يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نزلت سور في القرآن فيها ترادف، فيها ترادف كسورة الليل والضحى، فيها إيش؟ ترادف، ترادف، ترادف؟ نعم، ما أعرف ترادف، ما في سور فيها ترادف. الكلام كلام العرب فيه ترادف، فيه مترادف، وفيه إذا اتفق اللفظ والمعنى صار الكلام مترادفا، هذا معنى الترادف، إذا اتفق اللفظتان في المعنى، إذا اتفق الكلمتان في اللفظ والمعنى فهذا مترادف. وما أعرف أن القرآن بعضه مترادف. نعم.